السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. حلقة اليوم حتكون مقارنة بين جهازين صينيين هم الأكثر تميز، ممكن ما يكونوش أفضل أجهزة ولكن كثير متميزين. الجهاز الأول ون بلس 3T حكينا عنه زمان، والجهاز الثاني اللي هو شاومي مي 6 وحكينا عنه أكثر من مرة وقارناه مع أكثر من جهاز. واليوم بدنا يعني ليش بدنا نعمل مقارنة بين اثنين؟ لأنه مواصفاتهم اثنين ممتازة وسعرهم كثير متقارب من بعضه، وجهازين صينيين بدنا نحاول نغير الفكره عن الصيني. انا مش مدعوم من اي شركه صينيه باي ذا واي، بس انا بحب احكي عن كل الاجهزه. بس نقطه نكمل ان شاء الله الموضوع، نحكي عن التصميم. الشاومي مي 6 جهاز مصنوع من الزجاج، هو جميل جدا. سماكته 7.5 ملم، وزنه 168 غرام، حجمه بالايد صغير مناسب، بعب الايد، بتحس انك استخدامك له حيكون لطيف. بشكل عام شكله جميل ومقاوم لرذاذ الماء فقط. جهاز الـ 3T مصنوع بالكامل من الألمنيوم، أيضا تصميمه جميل جدا، مسكته في اليد برضو لطيفة جميلة مريحة. سماكته 7.4 ملم ووزنه 158 غرام، يعني بشكل عام لطيف. عن نفسي أنا بقدر أحكي لكم أني بختار تصميم الـ 1 بلس 3T، حبيته أكثر. بالنسبة للمي 6 شاشته 5.15 إنش فول اتش دي، كثافة البكسل 428 بكسل لكل إنش، نسبة الشاشة لجسم الجهاز 71.4%. الـ 3T شاشته أموليد 5.5 إنش أكبر شوي، كثافة البكسل 401 لكل إنش، نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 73%، ومحمي بطبقة من كورنينج جلاس غوريلا 4. برضو برأيي الشخصي أنا بختار شاشة الـ 1 بلس 3T لأنها أموليد ولأنه ألوانها كثير واضحة وهي من أفضل شاشات الفول اتش دي الموجودة بالسوق. بالنسبة لنظام التشغيل، المي 6 عليه نوغا 7.1.1 وعليه سكن من الشاومي اللي هو مي يو اي 8.0، أما الـ 1 بلس عليه السكن الأكسجين أو أس. بشكل عام تجربة الـ 1 بلس من ناحية النظام من أفضل التجارب بعد الجوجل بيكسل. بالنسبة للساعات التخزينية، المي 6 عنده 64 جيجا بايت او 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام وما في اس دي كارد. 3T 64 جيجا بايت زائد او 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، وايضا ما في 3T، هنا في تاي، في تعادل بينهم. بالنسبه للمعالج في اختلاف هون، وسبب الاختلاف انه المي 6 هو الاحدث، هو جديد، اما الـ 1 بلس 3 صار له فتره 7 اشهر فهو يعتبر قديم. المي 6 عنده سناب دراجون 835 ثمان النواه، احنا صرنا نعرف هذا المعالج وصرنا صار مشهور، اداؤه افضل، اسرع، الافشنسي لسحب البطاريه اعلى وما الى ذلك. الـ 1 بلس 3T عليه سناب دراجون 821، بتلك الفتره لما طلعوا 3T كان افضل معالج موجود، وستيل المعالج اللي موجود اداؤه ممتاز، مش احسن من 835 اكيد ولكن اداؤه ممتاز يعني، فانت ما تقلق من هذا الموضوع ابدا. نسيت احكي لكم معالج الرسوميات اللي بيجي على سناب دراجون 835 هو ادرينو 540، على سناب دراجون 821 هو ادرينو 530. الكاميرات، المي 6 عنده كاميرا ممتازه جدا، دول كاميرا في الخلف 12 ميجا بكسل، وحده فتحتها 1.8، عليها او اي اس 4 axis stabilization، بتصور 4K. أما الكاميرا الثانية فهي 2.6 الفتحة وما عليها الـ OIS، ولكن أداءهم بشكل عام هذول الكاميرتين ممتاز. كاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، بتصور فيديو بدقة Full HD. أما الـ 1 Plus 3T فعنده كاميرتين من الأمام ومن الخلف. الكاميرا الأساسية دقتها 16 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.0، بيصور 4K فيديو وفيه اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن ايضا. والكاميرا الاماميه زي ما حكينا 16 ميجا بكسل، بتصور فول اتش دي وفتحه العدسه 2.0. هلا من التجارب السابقه الكاميرتين او الجهازين كاميراتهم ممتازه جدا، اوكي ما بينافسوا اعلى الكاميرات في السوق، ولكن هذول الكاميرات ممتاز، انت كيوزر عادي راح يرضيك اداء الكاميرتين، فاي كاميرا تاخذ انت ان شاء الله يعني حيرضيك الاداء. بالنسبه للصوتيات، المي 6 عنده سماعات ستيريو فالصوت فيه افضل. ال1 بلس 3T السماعه عنده سماعه واحده من الاسفل، ادائها لا باس،
بس اذا انت بدك دائما تاخذ تجربه صوت افضل من يعني السماعه الخارجيه، اشتري سماعات ممتازات واشبك على جهازك عشان تاخذ تجربه صوت افضل. بعض المواصفات السريعه اللي ممكن تختلف بين الجهازين، البلوتوث بالمي 6 5.0 اللي هو احدث بلوتوث، وهاي ادفانتج للمي 6 لانه البون بلس 3 تي عنده 4.2 بلوتوث، عند اثنين مدخل يو اس بي تايب سي. في ميزه برضو عند المي 6 انه ممكن يجيك جسمه من السيراميك، وهذا ناحيه جماليه وقوه للمي 6. والجهازين عندهم شحن سريع، ولكن الشحن السريع الموجود في الون بلس الاسرع في العالم. البطاريات الون بلس 3 تي 3400 ملي امبير، المي 6 3350، يعني كثير متقاربين. يعني اتوقع الاداء الاثنين يعني حيكفيك يوم كامل، فبناش نحكي انهم والله هاي افضل ولا هاي افضل، بس الشحن السريع اللي موجود في الون بلس 3 تي في فرق كبير، هو افضل، هو فعلا افضل. اذا بهمك موضوع الشحن السريع فالون بلس هو افضل. الاسعار المي 6 حسب النسخه اللي بدك تشتريها ببلش عندك من $350 لحتى $450. الون بلس سعره ثابت $450. نيجي نحكي يعني بشكل عام الايجابيات والسلبيات. بالنسبه للمي 6 ايجابياته المعالج خرافي، الشاشه ممتازه، التصميم جميل، البطاريه لا باس بها، وفي شحن سريع، يعني عندك مواصفات ممتازه وسعره كثير حلو. من اهم السلبيات اللي انا بتخلينيش اشتري المي 6 نظام التشغيل. النسخه اللي بيطلعوها برا الصين، مش النسخه اللي بتطلع الصين، النسخه اللي بتيجي للعالم العربي او نسخه بتطلع برا بشكل عام اللي هي انترناشونال، عليها باجز كثيره، يعني بتعلق كثير، لسه مش جاهزه، مش اخر يعني لسه بيشتغلوا عليها، يعني بس يخلصوا ابديت لحتى الواحد يتاكد انه والله راحت كل المشاكل، ممكن واحد يفكر والله بشتري. بس حاليا الناس اللي بيشتروا هذا الجهاز بيعانوا مع نظام التشغيل، معظم اللي حضرت لهم ريفيوز بيعانوا، اول مشكله عندهم بيعانوا مع نظام التشغيل. الجهاز ممتاز جدا ولكن نظام التشغيل عليه مشاكل، هاي المشاكل بتحديث من الشركه بتحل هاي المشاكل، فمش بيج ديل. بس انا بنصح انه ما تشتري الا لما يعني بعد فتره معينه، خليه ياخذ وقته، ياخذ التحديثات اللازمه، بعدين انت اشتري. اما الون بلس 3 تي رغم انه المعالج اقل من المي 6 واقدم، ولكنه بيهزم بالالعاب. العب جيمز على الون بلس 3 تي والعب جيمز على المي 6 راح يهزمه. فهذا اشي اتوقع له علاقه بنظام التشغيل لانه في عليه هذاك مشاكل. الشغله الثانيه الكاميرا ممتازه جدا في الون بلس 3 تي، وتجربه الاو اس الاكسجين او اس او نظام التشغيل على الون بلس كثير جميله، يعني انت حتحب هذا النظام كثير كثير. والشحن السريع واحد من اهم الاسباب ممكن يخليك تشتري هذا الجهاز، الشحن السريع تبع الون بلس 3 تي. لو بدي افكر بسلبيات في الون بلس، تصويره بالليل مش قوي جدا، ما عنده مقاومه للماء والغبار، يا ريت يحطوا هذا الموضوع. السماعات مش قويه، يعني يا ريت يهتموا بهذا الموضوع اكثر، ما عنديش شيء ثاني بصراحه. بشكل عام هاي كانت مقارنه بين جهازين كثير متميزين في السوق الصينيه. للي بيكره الاجهزه الصينيه هذول الجهازين بصراحه كثير متميزين، يعني لو اشتريت اي واحد منهم او بالاحرى الون بلس، حاليا بشجع الون بلس لانه كنظام تشغيل ستيبل وكاداء خرافي، مع انه صار قديم بس لساته جهاز رائع جدا. وانا حتى بصراحه انا بعمل ريكومنديشن على الون بلس 3 تي مش على المي 6، مع انه مواصفات المي 6 شويه اعلى. كانت هاي فيديو مقارنه بين هذول الجهازين، بتمنى تكونوا فعلا استفدتوا، ولو 1 أو 5% 10% كان في فائده انا بكون سعيد جدا. يعطيكم الف عافيه، لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.